انا بقى لسه بحن، مش هستخسر فيك الغالي ماي كار. اللهم صلي اللهم صلي. شغلكم بقى فيه كروت يا بت؟ ده انا سايبك بثلاث صواب. لو عوزت اي حاجه حبيبي اتصل بيا. لو عوزت. لا وعاوز ايه؟ ما انا بشوف كل حاجه على الدش. كل اسمع كلام المدرب، اوعى تفتكروا ان لعبه كره القدم دي لعبه سهله. انا اهلي دفعوا دم قلبهم عشان العب اللعبه دي. انا اتمرمطت في الملاعب يا اخوانا. انا عايزكم تبقوا خيره شباب لاعبين هذه البلد. جايب ايه؟ صينيه بطاطس دي من غير لحم. هتلعب باك ليفت؟ ايه ده؟ محشي خط النص. ايه ده يا شادي؟ ده كول سلو يا كابتن. ايه كول سلو ده؟ ده كول سلو يا كابتن. انت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول؟ ده انت في الحطابه. هلا اخلع، تعال وريني جايب ايه. يمكن الامل في الصينيه دي. ايه ده؟ فول وقوطه وخيار. صدق بالله انت ما هتفارق دكه الاحتياطي طول ما انا بدرب. ايه بنت الحركات اللي انت عاملاها في نفسك دي؟ انا ظروف ربنا اللي يعلم بيها. يا عمري انا، يا قلبي انا، حياتي والنبي. لا كده ما ينفعش خالص، لازم كل واحد فيكم يركب عربيه لوحده. احنا نركب في عربيه واحده ومع بعض، مفيش حاجه تفرقنا عن بعض ابدا. يا سيدي انا مش ضد العلاقه دي، بس الكلام ده هناك في الاتوبيس المكيف. دي ملاهي، لازم كل واحد يركب عربيه لوحده. خليك في حالك وكل عيش عشان ما اذكش. يلا يا عمري احبك انا. ايه ده؟ ماشي. طب معلش بقى يا اخوانا، احنا لازم نعمل صيانه. طب ما هم راكبين هناك اهو. دي مهندسه الصيانه، روح اركب الدوده كل اشتغلت. هو ايه؟ مفيش الا احنا ولا ايه؟ مشيتهم لك عشان تاخد راحتك. شفت يا عمري؟ ايوه كده، انا عايزك تفتح مخك معايا وانا هظبطك. انا اللي هظبطك وهظبطك، ما تقلقيش خالص انت. ها شفت بقى؟ شفت شغاله على حجاره. انت رايح فين يا عم انت؟ راح اجيب حجاره. وبعدين انتوا خايفين ليه؟ اهو ما انتوا مش متفرقين عن بعض يا عمري. خش يا موزه ما تتكسفيش برجليك الشمال. المفروض مراتي مش هنا. يا نهار اسود، هي حصلت. جايب لي كمان لي توب في البيت يا طلال. انا هخرب بيتك. خلاص يا وليه، انت بتفضحيني يا وليه. يا وليه اكتمي صوتك. يا وليه بقول لك اكتمي صوتك. اعمل لي بلطجي يا روح امك. نبي يا باشا مالكش دعوه بامي، مش كفايه سايبين الجاني وماسكين المجني عليه؟ ما تخافش من راجل وتبقى انت المجني عليه. على العموم اديك شرفتنا، وانت عارف انا كان نفسي في ده من زمان. ايه يا انذار؟ محضر اللي عملناه امبارح وديته النيابه ولا لسه؟ طبعا يا باشا. يا لهوي يا جماعه، هو في ضرب كده؟ ده احنا ولا بنكون في العراق. ولا قوم اقف يلا وما تسيرش. هو انا قاعد في حيره عشان اقف يا باشا؟ ماله يا انذار، عملته فيه ايه؟ هو اللي حصل يتحكي يا باشا. متشكرين يا رجاله. يا باشا سعادتك محدش لمسه. مالك يالا، مين اللي عمل فيك كده؟ الباشا، الباشا والاتنين اللي معاه دول جم خدوني يا بيه من البيت من غير حتى ما اغير والتقارير يا باشا، وعدموني العافيه فوق الركب وتحت الركب. انا بقيتش نافع يا باشا. انا ابن شفت انجدونا يا حكومه، انا في عرضك. انتوا بتعملوا فيها كده ليه يا جدعان؟ انا بحب مصر يا رب.
عايز ابني يا وليه. ابقى خطه من المحكمة يا حبيبي يا ساب اليدوني يا بتاعك سوي. مش كفاية اللي حصل لك يا وليه؟ وانت عايز حتى الروان ده ولا ايه؟ حسني روان انا؟ طب انا عمريك خططك ايه؟ وخلي اختك تعمل تقرير طب عشان الكلام ده هينفعك في النيابه. وما تبقاش تسكت لو حد مد ايده عليك حتى لو كان ظابط. حقك تشتكيه. وفي حد بيشتكي الحكومه؟ الحكومه بنشتكيها لربنا، وبعدين هشتكيهم من هنا وهيولعوا فيا وفي اهلي من هنا يا باشا. يا ابني احنا مش عايشين في غابه، امال احنا رحنا فين؟ يلا روح، والله الله اسمع انك عملت مشاكل تاني. ربنا يخليك لينا يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، يعني ما ينفعش اخد كارت من سعادتك عشان لو حسيت يعني ان انا عايش في غابه اقف عرض سعادتك. انت هتصاحبني قد اصل يا باشا سعاده الواحد يعني بتقع في ايدي قواضي كده ما بيبقاش عايز يبلغ نزار باشا عشان شراني. خد يا اخويا، على الله تكلمني في حاجه هايفه. ربنا يخليك لينا يا باشا. لو جات لك رنه من رقم غريب اعرف ان محسوبك حسن ابو العيله، لو جالك اتصال اكيد مش انا. السلام عليكم. اخوك عنده عيب خلقي في القلب، ثقب في الاذين القايمه. احنا قدرنا نسيطر على الحاله بشكل مؤقت، بس ده مش هينفع لاكثر من 4-5 ايام، اسبوع بالكتير. المشكله ان انت عايز تعالجه على نفقه الدوله، وده هيخليك تستنى 2-3 شهر، وانا شخصيا ما انصحش بكده في حاله اخوك. يعني مفيش حل تاني يا دكتور؟ انا مستعد اعمل له العمليه من بكره لو حبيت، في مستشفى خاصه انضف من هنا 100 مره، وكمان هجيب لك سعر كويس. مرضي يا عم؟ كم تقريبا؟ يعني مش كتير، 20-25 ألف جنيه. استحالة هتلاقي حد يسلفك مبلغ كبير زي ده، ولا حتى بضمان التعويض اللي هناخده. انت عارف يا حسن، المحاكم حبالها طويلة والقضية صعبة، والهيئة مش عايزة تدينا ملف خدمة أبوك عشان يساعدنا في القضية. كان نفسي أساعدك. خد خلي دول معاك يا حسن. دي فلوس ايه بقى مين؟ خلاص بقى، ما انا زهقت من الانديه الكبيره، هركز على انديه الشركات. انا هدفعهم عربون ادخل يوسف في المستشفى وهرجعهم لك. امتى؟ ها؟ قصدي يعني ما تحطش في دماغك، احنا اصحاب. المهم هتجيب الفلوس دي ازاي؟ مخدرات مين يا حبيبي؟ حد الله ما بيننا وما بينها. ايه اللون ده يا نابو؟ انت بتخوني ولا ايه؟ اياك فاكرني نايم على وداني ومش عارف القضيه بتاعت جوز اختك واللي حصل ما بينك وبين الضابط. وايه اللي حصل بيني وبين الضابط؟ ما انا شخص سليم قدامك اهو. مجرد دخولك الاسم عورك، ضرب مفك في سمعتك. نابو انا محتاج الفلوس دي، اخويا بيموت. استغفر الله العظيم، انت هتكفر؟ خلي املك في ربنا كبير. خد يا ادرح فين؟ ولا خد هنا حسن. خد يا حسن. جايب لك حته تساوي تقلها الماس، هي صغيره شويه بس سرها باتع. جاتني امبارح بالليل متسلكه من المخازن. يا شنب يا باشا، يا باشا عايز اقول له كده.